حضرتك في ترشح بعض اعضاء الحزب الوطني للبرلمان القادم؟ هما يترشحوا وما يترشحوش، الشعب عارف كويس قوي مين الحزب الوطني ومين اللي ليه مصلحه ومين اللي ليه ومين اللي الكلام ده كله. فالشعب عارف هيختار مين. الشعب بقى جاب الحزب الوطني تاني، ده دي حريه شخصيه يعني. والله دي مشكله طبعا ان هم ينزلوا يرشحوا نفسهم تاني على اي اساس يعني؟ مش كفايه الفتره اللي هم خدوها؟ يسيبوا بقى للشباب الرئيس بيدعمهم يشتغلوا ويورونا حاجه، حتى لو اخطاوا الجداد اهو على الاقل احنا هنشوف منهم حاجه جديده، وفي ليهم حد هيوجههم ويخليهم يشتغلوا صح ويتقوا الله فينا. لا طبعا مش موافق على حاجه زي دي، ازاي هرجع حاجه كانت قديمه وصوت حصلت ثوره عشان تشيلها، ان انا ارجعها تاني تمسك البلد وتحكم او يبقى ليها سلطه في البلد. راي حضرتك ايه في ترشح بعض اعضاء الحزب الوطني للبرلمان القادم؟ احنا طبعا عملنا ثورة ونرفض جميع اي من حزب الوطن السابق ان هم كانوا افسدوا الحياة السياسية، ونرفض تماما اي شخص منهم. وانا سمعت ان احمد عز رغم ان هو خرج من السجن عايز يرشح نفسه الحزب الوطني، عايز اقول له انت مش مكسوف على دمك يعني؟ فانا ارفض تماما اي شخص كان في الحزب الوطني السابق المنحل اللي كان أفسدوا الحياة السياسية يدخل تاني البرلمان تاني، ويترك الساحة لبعض من الناس يعني بيحبوا بلدهم مش هيفسدوا الحياة السياسية، وبعض من الشباب من الناس المحترمين اللي كانوا معنا في الثورة. المفروض ما يترشحوش يعني، ده حزب برضو قعد 30 سنة وقعد 30 سنة في الحكم، الناس تعبت لما شالته، ما ينفعش ان هو يترشح بالسهل برضو كده، لازم أن يكون في قانون، ولازم أن يكون الراجل المترشح ده معروف هو على اساس ايه ولا بالنيابه عن ايه. ما هوش اي حد المفروض ان هو يترشح، المفروض اللي هو النظام اللي هو للشال ده كان خلاص، هو النظام والشال وخلاص، ما ينفعش ان احنا نعيده تاني، لان احنا لو عدناه تاني هنرجع برضو اللي احنا عملناه 30 سنه هيرجعوا برضو هم 30 سنه تانيين. فمن رايي يعني انه ما ينفعش، حتى لو ينفع لازم يدرس فعلا المرشح اللي نزل فعلا بيه. والله من رايي مش شرط اي حد يترشح، المهم البلد بس تمشي على مستوى احسن من الاول، ويبقى كله يخاف على مصلحه البلد ويخاف على مصلحه مصر اولا، وربنا يوفقه. كنت عايز اعرف راي حضرتك في ترشح اعضاء الحزب الوطني للبرلمان القادم. اكيد رايي زي راي اي شاب مصري، ان الثوره اللي اتعملت دي ثوره كروتة او قصه كانت خرافيه، فاحنا عشنا قصة خرافية وكأننا ما عملناش اي حاجة، بس في رأي زي رأي اي حد اكيد ضد جيم.